والله المباراة كانت صعبة، تعرف نلعب ضد شباب من منتخب البحرين يعني من أفضل لاعبين، بس هم بعد كانوا عندهم نقص، والحمد لله توفقنا يعني في المباراة، توفقنا في كم لعبة وفرقنا عنهم في المباراة، وما قدروا يرجعون لأن خطة ما عندهم احتياط، فما قدروا يرجعون في المباراة وصارت الأفضلية لنا في المباراة. مونديال فولاذ والله من أفضل يعني المشاركات، أفضل بطولات في الصالات، ومنها 2008 أول بطولة أنا ظهرت فيها يعني من أول بطولة، فحصلت أفضل لاعب صاعد فيها، ونشرف نلعب في هالبطولة يعني حق مرضى السرطان، والحمد لله وإن شاء الله نتوفق السنة.